طبعاً يجتمع هنا قادة الدول العشرين في نيودلهي لاستكمال ما تم الاتفاق عليه في القمة السابقة في بالي. هناك تحديات كثيرة يواجهها العالم، تحديات اقتصادية، تحديات بيئية، جدولة الديون لدول العالم الثالث وغيرها، وطبعا الحرب في أوكرانيا ستسيطر ربما حتى على البيان النهائي. لكن هناك أيضا معطيات جديدة وهو مشروع البنية التحتية. هذا المشروع الذي تشارك فيه المملكة العربية السعودية بقيادة الأمير محمد بن سلمان طبعا الموجود هنا والذي يمثل بلاده في هذه القمة، سنتحدث عن إنشاء سكة حديدية تجمع دول الخليج العربي مع الهند وطبعا دول أخرى بقيادة الولايات المتحدة. طبعا الإمارات ستكون ضمن هذه الخطة الجديدة، سيكون هناك خطوط ملاحة جديدة. وقال مسؤول أمريكي لنا بأن هذه القمة بالتحديد وهذا المشروع سيركز على ربما مشروع طموح ومغاير لما رأيناه، بأنه بالعادة الشرق الأوسط يصدر الصراعات والمشاكل وعدم حالة عدم الاستقرار. الآن نتحدث عن عالم جديد يسوده التعاون التجاري التكنولوجيا، وهذه مشروع السكة الحديدية وبالتحديد بقيادة المملكة سيكون له دور كبير جدا ربما في تغيير خريطة الشرق الأوسط.